وزعنا مرطب الوجه على كل البشرة ورحنا ننتظر 10 إلى 5 دقائق لين البشرة تتشرب المرطب، بعدها نبدأ فاونديشن عشان الفاونديشن لا يختلط مع الكريم. نحط مرطب تحت العين وننتظر قبل الكونسيلر بخمسة كمان إلى 10 دقائق، يعني حطي مرطب البشرة، حطي مرطب تحت العين وانتظري إلى 15 دقائق، في هذا الوقت تسوي أي حاجة. مهم مرة هذه الخطوة قبل الكونسيلر عشان لا يندمجوا سوا ولا يسبب لك خطوط أو لا يكسر لك الكونسيلر أو حتى ما يخف بعد فترة. عشان يطلع لون الشادو مرة واضح وكأنك من جد مسويته في مكان أو أنت مرة شاطرة بالأيشادو وما يطلع اللون باهت، ضروري مرة تحطي لون الكونسيلر حسب لون جفنك. هذا واحد. اثنين، تحطي غمضي، تحطي كمية مرة بسيطة. إذا الأيشادو حقك راح يكون ناعم، إذا الأيشادو حقك تبغيه ثقيل كثري شوية كونسيلر، يعني كل ما كثرتي كونسيلر طبعا بالكمية المعقولة راح يعطيكي وضوح أكثر للون. عشان الشادو لا يرجع معاكي او يبقع او يسيب زي البقعة، بعد ما وزعتي الكونسيلر حناخد شادو لونه بيج بلون الجفن، شيء مرة بسيط، كمية مرة بسيطة، بس كذا مسحة شيء خفيف بس عشان لما اجي احط فرشة الشادو ما يطبع معايا. هذه الحركة اللي بقول لكم اياها خيالية عشان يطلع لك الشادو من اول مرة مدموج، وكثير تجيني اسئلة عليها، ليش لما تجي اول ما تحطي يدك الجين يطلع الشادو مدموج؟ الموضوع مو بس انه خبرة وكذا، لا، لما تكون الفرشة مرة نظيفة بهذه الطريقة ايش تسوي؟ خذي الاي شادو كذا سوي، خذي لون، تمام؟ يعني حاولي حتى لو مو شرط بني، اي لون بيج عندك اي حاجة شبعيها بالاي شادو، بعدها بس كذا امسحيها وانفضيها، تمام؟ بهذه الطريقة. بعدها دحين الان ارجع اخذ كمية الشادو اللي انا ابغاها. لما تكون الفرشة مرة نظيفة واجي واخذ كذا، هي نظيفة الان مرة، واخذ واحط راح يطلع لي شادو مرقع. لما يكون الفرشة الشادو اصلا هي فيها شادو وممسوح، وبعدها جيت ابدا اخذ منها الشادو واحطه واوزع على العين، راح يطلع معايا شادو مره مدموج ومره موزع بدون اي فن ولا خبره. كيف نعامل العين الناعسه بنات؟ العين الناعسه زي ما احنا شايفين، شوفوا بس حطينا نتفه شادو، بالله ما تحسي عينك فرقت مره، صح؟ بس نتفه شادو هذا حطيناه ومسحناه، ترى بس كنا قاعدين نشرح، بس شوفوا قديش مره فرقت العين الناعسه. العين الناعسه ضروري الشادو نركز عليه من الطرف، إذا إنك حابة ترفعي عينك، تمام؟ غمضي من الكورنر هنا، تركيزنا أكثر شيء هنا، ونحاول قد ما نقدر نخلي الشادو جاي كذا على فوق، تمام؟ أنا معليش عشان مو شايفة عشان الشمس ضاربة في الجوال، بس أنتوا أكيد فاهمين علي. كل ما ركزتي في العين الناعسة الصغيرة، اللي ما تحب البليتر يتناثر على رموشها جربي شدوهات أربن دي كي خيالية، لأنها فوق ما تتخيلي مرة سهلة. يعتبر جليتر مضغوط وعندهم ألوان مرة كثير، بمجرد تاخذيه بفرشة مضغوطة أو حتى بفرشة فلافي ما عندك أي مشكلة. أول ما تحطيه شايفين الجليتر قاعد يتوزع لك بطريقة مرة مدموجة ومرتبة، وأهم حاجة تاخذيه أساسا على الفرشة يكون مرتب. حركة مو تخلي العين في البداية تحسوها كذا كأنها صغرت العين مو حلوة، بس اخر الميك اب خاصه للبنات اللي تركب رموش طرف في الاخير مو تطلع الحركه هذه خرافه، اللي هي شادو اسود حتى لو تدمجيه خفيف ببني من هنا، شايفين نفس الطريقه هذه طالعه في الكاميرا الان دحين بدون رموش، ما احنا مخلصين الميك اب، ما احنا مسوين ولا حاجه، حتحسي انه حجم العين مره صار نقطه صغير. فهذه الحركه بنات ما تتخيلوا قديش مره توسع العين، شايفين؟ هي الان دحين انت لما حتيجي اي بنت انا متاكده حتيجي تسويها حتقولي انا بمسحها صغرت عيني، اصبري لي الأخير بوريكم هذه الحركة كيف تصير شيء خرافة خرافة في آخر الميك اب، تديكي وسع شيء مو طبيعي، بس في بداية الميك اب وأنت قاعدة تسويها ترى مرة تحس إنها صغرت عينك، بس لا تقلقي. دحين حطينا شادو أسود من عند الطرف، حناخد شادو بني وبس نموه اللاينر وعلى فوق، مو لازم أبدا ننظف فيه يعني في البداية، مو لازم أبدا نبدع فيه، لسه باقي لنا كونسيلر فاونديشن هو بيسوي لنا كل شيء. بس في البدايه زي ما قلت لكم لان اللاينر هذا يجي لين نص العين بتحسي بالبدايه انه بيصغر عينك، بس العكس مره بتشوفي بعدين ايش بيصير، تمام؟ لو تلاحظوا في حركه متاكده كل البنات اللي عيونهم ناعسه وعندهم العيون تكون مثلا احيانا شوي غايره، لما تيجي تمد اللاينر او تمد الشادو تحسي انه كسرتها تكسر على المدى هذا، انت ايش تسوي؟ خليكي بالجنب طالعه في هذا زي كذا، طالعه بالمرايه بالضبط لما تكوني تمكجي نفسك، طالعه في وجهك زي كذا في المرايه، وهذه العكفة اللي هي نازلة برضو ضلليها شيء بسيط، أنا ماني قادرة أتحكم لأنه أنا مرة قاعدة بالجنب، بس أنا أظنكم أنتم فهمتوني، بس العب كده نفس الكسرة تعالي عليها عشان حتى لما تلفي تبرمي شايفين ما تحسي أنه في نفس كسرة العين أو عظمة العين نازلة على تحت،
بنطنت لك عينك لما تلفي بالجنب. أباكم بس تشوفوا معايا الآن درجة المصحح اللي حطيت لها إياها، هي طبعا لأنها ما شاء الله مرة بيضة، فلما نجي نحط على هالات مثلا بيضة ألوان مصححات بنية وغامقة ومدريش مرة يحوس، ما تحسي أنت كذا؟ لي كمصحح للبنات اللي درجاتهم بيضة وعندهم مثلا هالات حتى سواء خفيفة أو ثقيلة، الدرجة جاية على المشمش البينك الحلو، كتبت لكم اسمها. دحين احنا بس حطيناها وزعناها تحت العين بس ما دمجناها، دحين بندمج. الان لما دمجنا لاحظوا معايا الفرق، بتقولوا لي باقي ستيل هالات واضحه لو شيء خفيف، ترى هذا الصح يا بنات عشان لا يصير تحت عينكم طبقات. لما تيجي تحطي المصحح ما تحطيه كطبقه، يعني ما يصير طبقته ثقيله عشان لسه باقي لك كونسيلر، باقي لك هايلايت، باقي لك لوس باودر، باقي لك كومباكت، تخيلوا هذه الطبقات كلها تنحط على كمان مصحح ثقيل. فالمصحح بس الغرض منه انه احنا نحول اللون مثلا من لون الهالات الى لون شويه كذا يعني رايح على بيجيات، على نوديات، على بنكيات خفيفه، فهمتوا؟ اي وحده عندها هالات مره قويه وواضحه وتطفش مره وهي تدمج وتقول انا خلاص مليت ما ابغى كذا احط اشياء سائله، جربي الستيكات. الستيكات بنات مره مريحه، وترى لو استخدمتيها بطريقه صح ما حتعطيكي لوك التكتل نهائي، الا يعني هي يبغى لها بس تكنيك معين وتصير خرافه. الستيك فكرته مره حلوه وبسرعة يعمل لك كفرج. بحكم لونها ايش بسوي؟ بختار هذه الدرجة وهذه الدرجة اللي هنا، تمام؟ باخذهم الاثنين فوق بعض مع بعض، طبعا بستخدمهم فرشة مارش بيوتي، قلت لكم انه انا مرة احبها، موجودة على نون في موقع نون، فنانة بالدمج، تمام؟ احطها طالعة فوق، لاحظوا معايا الان لما هاجي بس تابينج طبطبة. البشرة مرة تكون طبيعية طبيعية مرة 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 فوق ما تتخيلوا. نفس الدرجة هذه قاعدة اخذها لانه هذه الدرجة جاية على نفس الكوركتر اللي انا استخدمت لها اياه، ووريتكم صورة الكوركتر كمان لحاله اذا تبغوه. فهذه الدرجة مع هذه الدرجة حتخلي حتعمل ميكس حلو لاي وحدة عندها هالات او تصبغات وهي بيضة. احنا نجي على الكونتور طبعا لانه زي ما قلت لكم الدرجات البيضة ما ينفع لها زي كذا الوان على اورنج، الوان على بني محمر ابدا، ناخذ الوان على بنيه مره غامقه، يكون البني على رمادي، ناخذ شايفين الفرشه نظيفه، لو جيت اخذت زي كذا رقعت، بس هنا طالع مرتب، بس انه انتبهي لما تيجي تاخذي بفرشتك اهو شوفوا زي كذا الترقيع هذا اللي انا مره يخوفني، بيطلع على البشره مره مرقع، ارتب على البشره. ما تحسي لما تسوي ميك اب خدك ينزل؟ الا احس احيانا ينزل خدي مره احس، لانك بتسوي اللي قلتي لي اياه قبل شويه، هي بتقول لي المفروض الكونتور هنا من هنا كذا اسوي عاده. بعدين ايش حيصير؟ شوفي انت اصلا عندك هنا كونتور، اصلا انت ما تحتاج تسوي كونتور، شايفه انت عندك هي خلقه. البنات من الصباح تعزز لي حبيت نفسي اقسم بالله. والله عليك مكنتره خلقه، شوفي خلقه موجود، ليش تكنتري؟ لو كنترتي بزياده حتسوي حاجه مو موجوده فيكي. جوري بحط لها اياه من هنا من فوق بحيث انه ايه يعني يصير الخد كذا على فوق شويه، نفس الشيء حنحط البلشر من هنا يصير الخد هذا كله على فوق، فهمتي كيف الفكره؟ الحين حنسوي البلشر جاي شوية يعني نقطة من هنا كذا شي يدي كذا زي حركة الدول على فوق. أهم حاجة ما ننزل عشان ما نحس إنه الخد نازل على تحت. الآن سوينا العين وسوينا البشرة، آخر مرحلة اللي هي الهايلايت. بعد شوفوا متى بسوي الهايلايت، بعد وقت طبعا انا هذه دائما اشرح لكم، هي حاخذ نتفه من اللون اللي احنا حطيناه مع لون فاتح، لازم الاثنين يعملوا ميكس مع بعض كذا، كانك تدخلي لون اي مع لون بي، فاذا دخل لون اي في الدرجه حقتك حتى لو انه فاتح عليكي ما راح يقلب لك اللون. ان شاء الله انكم انتم فهمتوها بطريقه يعني بسيطه، تمام؟ دحين المنطقه كذا بدات تبرد شويه وبدينا نحط الهايلايت. اهم حاجه ما نوسع هذه المنطقه وما نشيل البلشر لانه البلشر عليها في منطقه الخد مره حلو. كده راح انتظر تماما، بعدها راح ابدا اثبت باللوس باودر، وما اثبت باللوس باودر ومنطقه كده كريميه ومبلوله. دحين اللوس باودر زي ما دائما اقول لكم تكون مرتبه على الفرشه كده، نبدا من تحت شيء بسيط، اول لاير يكون مره شيء خفيف بس يمسك لنا الفاونديشن، ما نجي نكثر من اول دفعه يطلع الوجه مدري كيف كانك حطيتي كريم على طحين، تمام؟ شيء ثاني ممكن نكثر شيء بسيط المره الثانيه، اللاير الثاني اللي هي المرحله الثانيه ناخذ شوي اكثر ونبدا زي كذا على مراحل تطلع البشره تاخذ العقل وما يديكي كذا بقعه.
المرحلة الثالثة، يعني نفس الكمية اللي انت تحطيها من مرة واحدة بس وزعيها على ثلاث مرات. انا من عشاق الكومباكت باودر، بس هذه المرة بجيب لكم شيء بقول لكم عليه خيالي. شفتوا هذه الاسفنجة اللي موجودة هنا؟ اذا بشرتك دهنت، اذا انك انت مستخدمتها يعني في بقايا، مثلا خلينا نقول بقايا كومباكت فيها، عادي لا تاخذي، خليها زي ما هي كده، تمام؟ يعني انت اوريدي اصلا من اول حاطه منها. اذا بشرتك دهنت وسط السهره لا تحطي كومباكت ولا تحطي ولا حاجه، حتى لو انها جديده ترى تنفع، نفس اللي موجود على الاسفنجه او الجهه الجديده. طبطبي بس على محل ما يدهن معك، يعني مثلا خلينا نقول بالجبهه، هنا هنا بالجبهه، طبطبه طبطبه طبطبه، راح كل الاويل اللي موجود فيكي. لما البشره تدهن تطلع لك هنا دهن، وانت تيجي فوق الدهن هذا ايش تيجي تسوي؟ تاخذي كومباكت وتحطي كذا، صرت كأنك بتحطي يعني بودرة على منطقة. فالكومباكت باودر بنات تعطيكم لك الفلتر للدايركت، تحطي الكومباكت، كيف حاجي اخذ الكومباكت، حاجة زي كذا مرة شيء بسيط، مو لازم حتى انها تكون مرتبة، بس تقدري ترتبيها، واجي طالعي فوق كذا طبطبة طبطبة وابدأ زي كذا. الكومباكت اصلا انا احبها كمان اخر فقرة، خلاص بعد الرموش بعد كل شيء في الدنيا خلصته، اقوم اجي زي كذا، او حتى من الان عادي. يعني انا دحين احطها عشان خلاص مره احمي المنطقه. شوفوا كيف المنطقه صارت تحت العين، تاخذ العقل. اي وحده بيضة بتسوي كونتور لانفها او حتى لخدودها، جربي تستخدمي درجه الحواجب اللي تجيكي على رمادي، لانه البيضه لازم تستخدم درجه كونتور على رمادي، مو على بني محمر او على لون كذا بيتشي او اورنجي. اول مره نعرف المعلومه هذه، شكرا. دائما اقولها تبع الحواجب من اربن دي كي، شايفين الدرجه الرماديه، مره اخذ لون بسيط خفيف واجي من تحت الحاجب. هذه اكثر حركه مره احبها، سواء العين المتباعده او العيون العاديه، من تحت الحاجب انزل بهذه الطريقه، شايفين من هنا، وانزل بهذه الطريقه. هنا كمان شيء بسيط، وهنا اكثر. حاولي قد ما تقدر اذا المساحه عندك تسمح كثري هذه المنطقة، يعني هذه المنطقة كل ما كانت على بني كل ما أعطت نظرة خيال للعين. هو بالحقيقة كمان مرة حلو، تحسوه كذا جاي على رمادي كأنه بالفعل حقيقي هو الأنف كذا، إنه مو معمل له كونتور. نفس الشيء من هنا فوق حنرفع، حطي هذيك النقطة اللي حطوها. دحين أي وحدة تحس إنه أنفها طويل او تحس انها تبغى تقصر انفها بالبني، حنسوي من هنا حنسوي قسمه كذا بالنص، شيء مره بسيط. القسمه هذه ترى اسووها قد ما تقدروا، شيء مره خفيف، لا تكثري عشان اللي يشوفك لا يقول لا يشوف كذا شيء بني فجاه على هذا. فمره خلوها زي الشادو، زي الظل. شايفين كيف مره ندفه بسيطه بس مره فرقت. طبعا مهم مره قبل الكونتور يكون الانف مره معمول له سكراب، ما يكون خشن، يعني لازم تحط اصبعك على انفك، اذا كانت المنطقه خشنه ضروري مره سكراب عشان يطلع كونتور الانف مره نظيف. طيب دحين ركبنا الرموش، الرموش طويله مره بس بنفس الوقت مفرقه، فكثافتها تجي بالنص، وحرجع كمان اركب لها رموش طرف، بس الرموش الطرف حركبها على الجفن، بوريكم حركتها. باخذ لون على بيج، تمام، على كورنر العين طالعي فوق، وابدا اوخر عن، شفتوا منبت الرموش، منابت الرموش مره اوخر عنها، مره ما امسكها عشان العين لا تصغر. طيب فوق اعمل زي السبيس، بس هذا السبيس مو لازم ابدا يكون لونه بيج، يكون لونه فاتح، مو لازم. طيب فوق، اهم حاجه اموه هذه الطريقه. لاينر حق نيكس بنات مو مره حلو، اللي بعد يجنن، كرفته كرف اصلا، شوفوا يجنن مره 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 حلو، سواده مره واضح، بس حمد كذا وثابت. ذكرني تدرو بلاينر مين؟ بلاينر محمود سعيد. الحين النفخة الوهمية طالع فوق، ممكن تسووها حتى ترى بفرشة الحواجب. حاخذ فرشة حواجب، شايفين كيف شكلها؟ حاخذ شادو اسود، مرة مهم، شادو اسود مو بني ابدا، ولا تدمجيه ولا تخففيه بالبني. حتى اللي ما تحب، يعني البنات اللي ما تحب الاسود ما راح يطلع اسود، راح يطلع كانه تكملة للرموش اللي تحت. طالعي فوق وما حندمج
ولا حنسوي فيه ولا شيء، بس كذا. لما حنيجي نحط المسكرة ما راح يفرق. بنات شفت الرموش الطرف؟ لأنه أنا أوريدي حطيت لها كامل، شايفين قد كذا مرة شيء بسيط على قد اللاينر، حطيناه على الطرف بس لصقناه هنا على برا اللاينر. أنا أفضل إنك أنت ترسمي اللاينر بعدين تحطي عليه الرموش الطرف. إذا سويتي هذه الحركة الرموش بتلصق أسرع لأنها على لاينر مو على جلد. فبعد ما ترسمي اللاينر وتحددي مكانه وتحددي طوله، خلاص خذي رموش طرف مرة شيء بسيط نتفة بس عشان تنحط، يعني حتى لو آخر شعرتين تحطي عليها الرمش على اللاينر، يديكي هذه السحبة اللي مرة حلوة وكثافة وارتفاع للعين. طيب دحين الحواجب، حواجبها ما شاء الله مرسومة طبعا لأنه شعرها أسود وحواجبها سودة، فراح نرسم الحواجب باللون الأسود اللي هو اللون اللي لا تخافي ترى مرة حلو، لأنه أنا مرة أكره شغلة شعر أسود وحواجب بنية أو حواجب بني غامق، مرة ما يدخل عقلي. فالدرجة اللي بستخدمها درجة هي آخر، يعني كلكم تقولوا خلاص اللي قبل السواد، فهمتوا؟ فأول حاجة إيش بنسوي؟ بننزل هذا لأنه بننزل شعر الحاجب عشان نرسم هنا نعبي، شايفين عندنا هنا نزلة، هذه راح نعمل لها تضليل مرة بسيط ما يحتاج شعرات لأنه أصلا هي عندها، فبس تضليل بسيط تمام، بس نضلل كذا شيء بسيط. عندنا في العادة يرفع الحواجب؟ لا، أنا لما أجي أرسم الحاجب لازم الحاجب كذا ينزل كله على تحت عشان أرسم براحتي مرة. دحين أبدأ أرسم هنا، لازم مثلا عندنا هنا الآن هي حاجبها ما شاء الله كله كثيف، طيب عندنا هنا في نزلة بعدين طلعة صح، نبغى نساوي الحاجب. فأنا لو جيت أرسم على جلد كمان فاضي شعرات حتحسي في فراغ، في فراغ تقولي تعبي شعرك شعر ليه، تقولي تحسي سوي قلبتي الحاجب طمس. عشان ما تصير معاكي هذه الحركة خذوا نفس هذا تبع 40 دي كي اللي هو اللون هذا، شايفين الدرجة اللي تحت اللي فوق بنية، الدرجة اللي تحت على رمادي غامق، فأنا آخذها أعمل زي التضليل للمنطقة كذا على تحت، ارسمها كمان على تحت تمام، اطلل باي يعني اللي يطلع معاكي لانه هذه اللي اصلا تضليل حن نطفي. بعدها بس كذا امشط خلاص، اتاكد انه انا لما رفعت الحاجب التضليل معايا يعني تقريبا ها، بس خبى الجلد او خفف منظر الجلد. بعدها خلاص انزل الحاجب وابدا ارسم الشعرات، هذه مره مهمه تطلع من جد تطلع. دحين رسمتها خلاص الحاجب كبل وبعد، شوفوا كيف مرسومة. بعد ما رسمنا الحاجب وخلصنا كل شيء، الآن نجي نحط المسكرة. إياكي تحطي المسكرة قبل الحاجب، أدري بتقولي لي كنتي زمان تشرحيها، زمان كنت أشرح. طول عمري أسويها قبل. إيه. كيف ترسمي بعدين صعب؟ يوم صدمة حضارية ثقافية. لا، أسهل طريقة بنات يعني أسويها من جد بعد ما أرسم الحاجب وخلص يكسب، بعد كذا كيف ترسمي؟ لا ترسمي حاجبك وتخلص الشعرات وكل حاجة نبدأ نمسكر. عندكم جهتين لمسكرة الحواجب، شايفينها الأسنان البعيدة والأسنان القريبة. الأسنان البعيدة حتوسع لك شعرات حاجبك، الأسنان القريبة اللي موجودة هنا حتقرب الحاجب لبعض. فإذا حاجبك خفيف استخدمي الأسنان القريبة عشان تصير الشعرات كذا تك 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 جنب بعض. أمانة كم كان عمرك لما عرفتي إنه في أسنان قريبة وبعيدة؟ واحد عمري اليوم والله. طيب فالان في حاجبها ايش بسوي؟ لانه الحاجب اللي قدام اخف من اللي ورا، فبسوي الاسنان القريبه من قدام تمام، ولان الحاجب هنا عندي اكثف بس بعكس وبستخدم الاسنان البعيده، او اذا تبي الحاجب كله شعراته جنب بعض عادي. لما تمسكري رموشك السفليه وخري عن الجذور، طبعا هذه معلومه دائما اقول لكم اياها عشان العين لا تصغر، دائما كذا مسكري بس الاطراف والكورنر، ركزي يعني طالع فوق، ركزي على الكورنر. شايفين الاسود اللي رسمته هنا ولا يعني ما كانه باين اصلا، ما له اثر، بس حيديكي كذا ظل تحت رموشك. كمان مره حلوه اللي هي عملنا محدد عريض تمام، ترسمي المحدد بطريقه عريضه يعني لا ترسميه خط نحيف، مره عريض. بعدين خدي جلوس يا شفاف عندك يا في له لمحة بينك، هذا شوية فل كفرج يعني في له تغطية، فبحطه مرة على الخفيف كده، يعني أبغى لون المحدد يبين. اندمج كده، خلصنا التوتوريال وإن شاء الله يا رب الكل استفاد.